عليكم مشاهدين الكرام في العدد الجديد من حصتكم حكايات جدادنا. اليوم جينا باش نفكروكم في قصة المثل الشعبي الجزائري اللي يقول ميمونة تعرف ربي وربي يعرف ميمونة، هاد المثل ما كاش اللي ما سمعش به. تبعوا معايا باش نعرفوا القصة تاعو كاملة. يقول جدادنا ان ميمونة من اصل جزائري او مغربي، اختلف الناس في النسب نتاعها. المهم هذا الرواية يا سادة يا مادة ادلنا ودلكم لطريق الشهادة. كانت امرا طيبة ومسكينة وزيد امية، لا تقرأ لا تكتب ولا عندها مخ قابل باش يتعلم، اللي في يدها ماشي ليها. ويقول عليها ما وجعت واحد ولا نهار قلقت كش واحد ولا نهار قطعت وريشت في حد، ديما لهي بروحها وتخدم على رويحتها وتظفر الحلفة وتبيعها وتنحي حق خبيزتها وتصدق الباقي. واحد النهار وهي ترعى الغنم جاز عليها واحد وقال لها يا اختي راني جيعان وبردان، وغدوة قاصد ربي للشرق نعلم الإيمان، راني أنا أبو جعفر الأربوسي الإمام. تبسمت وقالت له تفضل، عندها خبيزة وكاس البن مدتهم له وقالت له يا شيخ أنا جا وقت صلاتي وأنا هذا ما عندي وبألف صحة وعافية. مشت المرأة شدت تركينة هزت يديها لربي وفي كل وقفة وسجدة تقول ميمونة تعرف ربي وربي يعرف ميمونة. الإمام لقاها تصلي وتقول هكذا. استغرب الشيخ وقال لها يا يما ماشي هكا صلات؟ قالت له علمني. بدا يعلم فيها وقال لها فهمتي؟ قالت له فهمت. قال لها حفظتي؟ قالت له حفظت. ايا الشيخ مع الفجر قصد ربي للمينا وركب الفلوكة وبدا يشق في الغريق. ميمونة جات تحضر في روحها صلاة الفجر، تلقى روحها نسات اللي علمه لها الشيخ. خرجت تجري للمينا وتصيح يا شيخ راني نسيت وش علمتني، وشافت الفلوكة خارجة. كملت تجري وما وقفتش حتى شافها الشيخ وولى ليها. قالت له يا شيخ ربي حبيبي وما نحبوش يتغشش مني وانا نحبه بزاف وما نحبش نخالف دينه، ذكرني يا شيخ راني تلفت. الشيخ تصدم يلقى المرأة تمشي فوق الماء من غير ما تتشمخ، ومشات اميال بين الفضاء والهواء من غير ما تعلم بروحها. صح الشيخ يا ربي انت رب القلوب، يا ربي انت العليم بعبادك ولا احد يفتي مكانك، سبحانك خلاق الغيوم تسيرها كيف ما تحب. ومن بعد تلفت الميمونة وقال لها ميمونة ارجعي لدارك، ربي يعرف ميمونة وميمونة تعرف ربي، وصلي كيما تحبي، ربي اللي مشاك فوق الماء وما تشمخش ظفرك يعرف واش يعمل ويعرف واش كاين في القلوب. وإلى هنا وصلنا معاكم مشاهدينا الأعزاء إلى نهاية الحلقة نتاع اليوم من حصة حكاية جدادنا. ما بقى لي غير نقول لكم صحة صحوركم، نتلاقاو غدوة إن شاء الله في تشويق جديد وحكاية جديدة.